مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم حلقه جديده من بي اون تايم. زي كل يوم بنكون مع حضراتكم على مدار ساعتين باخر واهم الاخبار، واكيد النهارده لا صوت يعلو فوق صوت اسم المدرب الجديد اللي غالبا هيظهر النهارده في خلال الساعات القليله القادمه. الاسم مين؟ وده سؤالنا لحضراتكم الاول، اياهما الافضل، هل المدرب المصري ام الاجنبي لقياده منتخب مصر في الفتره المقبله؟ نعدي سريعا كده على الحته دي قبل ما ندخل في بقيه تفاصيلها. طبعا في خلال اليومين اللي فاتوا اجتهد ناس كتيره جدا عشان يتوصلوا للاسم الاقرب لقياده المنتخب، واحنا داخلين على ماتشين في شهر 10، وداخلين على بطوله كاس العرب في شهر 11، كاس الامم الافريقيه في شهر 1، فعندنا معمعه بالبلدي كده، وما عندكش وقت قوي انك تجيب اسم جديد على الكره المصريه يعرف لسه احمد من محمد من محمود من طارق من محمد صلاح من تريزيجيه، هيبقى عارف اسمين ثلاثه يعني. وده اللي خلى الناس تجتهد وتقول بانه هيكون اسم قريب من المطبخ، حد ليه علاقه بالكره المصريه، فاجتهدت المصادر وقالوا بانه ايهاب جلال وحسام حسن على الترابيزه، وبعدين ابتعدت الاسامي تانية، الترشيحات ابتدت تتغير مره تانية او الترتيب ابتدى يتغير مره تانية. وامبارح ظهرت اشاعه بانه كابتن حسن شحاته دخل في الصوره، وكابتن حسن شحاته اتكون له جهاز في اطار الاشاعه دي. الناس قالت معاه كابتن ضياء السيد، ومعاه محمد حمص ومحمد شوقي وعصام الحضري ووائل جمعه مدير منتخب. هل هي اشاعه؟ اكيد في اطار الاشاعه، محدش يقدر يقول انها شيء مؤكد، لكن مفيش اشاعات او مفيش دخان من غير نار. طيب خلينا نتكلم، انا بحب الناس كلها وما عنديش مشكله مع حد خالص، لكن نتكلم في اطار الصالح العام. هل الاحسن انك تجيب مدير فني اجنبي؟ اكيد اه دلوقتي، اكيد اه احسن انك تجيب مدير فني اجنبي، لكن هل تجيب مدير فني اجنبي لسه بيعرف الناس؟ ما عندكش وقت. هل تجيب مدير فني ليه علاقه بالكره المصريه، يعني في اطار الدايره اللي بتقول مثلا فايلر المدير الفني السابق للاهلي، باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، وطرح الاسمين دول، انما ما اخدوش اصوات كتيره او ما اخدوش يعني تصويت. واتقال طبعا ايهاب جلال، واتقال حسام حسن، واتقال حسن شحاته بالجهاز اللي انا قلت لكم عليه. طيب انت محتاج ايه من المدير الفني اللي جاي؟ محتاج ايه؟ هل محتاج انه يجود ويغير مش هتعرف تعمل ده، ما عندكش وقت. ايهاب جلال من المدربين الهايلين، واحد من اشطر المديرين الفنيين في مصر في اخر كام سنه، ومحدش يقدر ينكر ده. ونفس الامر بينطبق على حسام حسن. ايهاب جلال واحد من الناس اللي بتتطور جدا وبتجتهد جدا، وبيسافر بره وبياخد ورش وبيروح امريكا وبيروح هولندا وبيروح هنا وهنا علشان يطور من امكانياته اللي هي اصلا موجوده، وموجوده بدرجات عالية. لكن هل تأثير إيهاب جلال يظهر في اليومين اللي هيمسك فيهم؟ يعني ده هيبدأ النهاردة هيبتدي يشتغل على الماتشين اللي جايين، مش سهلة. إيهاب جلال من نوعية المدربين اللي بياخد وقت علشان تأثيره يبان على الفرقة، زي تكيس كده مدرب اليوناني اللي الناس بتنتقده بعض الشيء إنه يعني تأثيره بياخد وقت. حلو، مفيش مشكلة خالص، دي حاجة مفهومة. حسام حسن الناحية التانية مدير فني واسم كبير وخبراته ونضجه يخلوا السلبية اللي الناس بتتكلم عنها وهي العصبية اللي بتبان دي انه يقدر يسيطر عليها لما يكون المدير الفني لمنتخب مصر. انما خلينا نتكلم بصراحة، العلاقات تحكم في بعض الأوقات اختيار المديرين الفنيين. حسام حسن قد يكون على علاقة متوترة بالجهاز أو بالاتحاد الحالي، وبالتالي ممكن يبقى ترتيبه في الترشيحات نزل للدرجة الورا. طيب دول الاسمين، كابتن حسن شحاتة اسم كبير وأسطورة، محدش يقدر ينكر أبدا، وعلى مستوى المدربين المصريين هيفضل التاريخ يذكر اسم حسن شحاتة كواحد من أنجح المدربين، بل والبعض بيصنفه بأنه أنجح مدرب، واحد من المدربين اللي عملوا رقم عالمي من الصعب جدا كسره، أنك تكسب 3 كاس أمم ايا كانت القاره ايه، لكن تكسب 3 كاس امم ورا بعض دي حاجه مش سهله خالص، ومش هتحصل النهارده وبكره وبعده، ومش هتحصل كل يوم، وما بتحصلش يعني غير كل فين وفين، ومش ممكن ما تحصلش يعني. لكن السن ليه حكمه، خلينا نتكلم بصراحه. كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه وطوله العمر 73 سنه. تاني، كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه وطوله العمر 73 سنه. هل السن بيفرق؟ طبعا بيفرق.
بيفرق ذهنيا. سيبك من انه كابتن حسن شحاته مش مطلوب منه انه ينزل التدريب ويدرب اللعيبه بايديه، ما هو معاه ناس، لكن هو ذهنيا كابتن حسن شحاته النهارده غير كابتن حسن شحاته 2006. معاه جهاز فني قوي، ما تمام، مفيش مشكله، بس برضه المدير الفني ده هو الواجهه، هو الحكايه، هو الموضوع يعني. فاذا كابتن حسن شحاته قد تكون هي على فكره بالونه من اتحاد الكوره انه بيرميها وبيشوف الناس رد فعلها ايه على اسم حسن شحاته بجهاز فني بيضم ضياء السيد، اسم مطلوب جدا واسم عليه اقبال، مع محمد شوقي اسم واعد في الكوره المصريه، مع محمد حمص نجم من نجوم الاسماعيلي وابن من ابناء حسن شحاته، ومعاهم عصام الحضري مدرب كل الناس بتشيد بيه كبدايه يعني، ومعاهم وائل جمعه اسم برضه ما تقدرش ابدا تقول عليه حاجه. طب هل ده احسن اختيار؟ انا بشوف مع كامل احترامي وحبي وتقديري لكل الاسامي انه الجهاز الفني مفيش مشكله عليه ومفيش خلاف على اساميهم، انما كابتن حسن انا بشوف انه ممكن جدا التجربه دي تنسي الناس النجاح السابق، يعني ممكن الفشل في تجربه جديده ينسيك النجاح بتاع التجربه السابقه، وبالتالي هو طبعا في الاخر كلنا بنقول ارائنا، لكن في الاخر الاقرب للواقع يعني الناس هتشوف ازاي، الناس المسؤولين قرارهم ايه. لو افترضنا انه في ثلاث اسامي مصريه، حسن شحاته، حسام حسن، ايهاب جلال على الترابيزه، مع وجود اسم فنجادة اللي انا بشوف انه برضو سي في كويس، سي في محترم جدا، انما ركز في السي في وخطواته في الفتره الاخيره. اخر مرحله تدريبيه لفنجادة كانت في 2019 مع نادي في الدوري الهندي اللي هم بيسموه دوري المتقاعدين، على فكره يعني بيتسمى كده في العالم، اي لعيب بيبطل، اي مدرب بيبطل بيروح هناك يعني ياكل عيش يعني بالبلد. انما في اتجاه في اتحاد الكوره بانه كده كده الراجل موجود وكده كده بيقبض بالدولار، فتعالوا نعينه ولو حتى بشكل مؤقت. طب ما تشتغل من دلوقتي على انك تخلي اسم مصري موجود، وانا مش هميل لحد ومش هقول لحضراتكم، انا يعني انا بالنسبه لي حسام حسن وايهاب جلال اسمين محترمين جدا وما تقدرش ابدا تقلل من اسم حد فيهم، حتى وان كان كل واحد منهم عنده بعض النقاط السلبيه لانه محدش هياخد اجماع، لكن في الاخر اسمين محترمين، واحد هيملى عين اللعيبه بالامور العلميه كلها، حتى لو افترضنا ان هو، خلينا برضو نتكلم بوضوح وبصراحه ومش عايز حد يزعل مني او حد يقول ان انا يعني بخبط، انا مش بخبط والله العظيم، لكن انا بفكر بصوت عالي مع حضراتكم، واللي يهمني المصلحه العامه، اللي يهمني منتخب مصر، منتخب بلدي، اتفرج عليه وانا مبسوط. السلبيه اللي بتتقال على ايهاب جلال ان هو مش نجم كبير، فهيدرب صلاح وازاي وتريزيجيه ونني وحجازي وطارق بس عنده حاجه تانية الحقيقه مش موجوده في اغلب مدربين مصر، اللي هي الجانب الفني والعلمي. وفي نفس الوقت حسام حسن نجم كبير جدا والهداف التاريخي لمنتخب مصر والاسطوره الكبيره واحسن مهاجم في تاريخ مصر، ويلي ويلي ويلي، لكن بيتقال عليه ان هو عصبي وان هو يعني تعامله مع اللعيبه فيه مشكله والحاجات دي كلها. زي ما بقول لك النقطه السلبيه هنا انه ممكن ما يكونش بنجوميه اللعيبه، والنقطه السلبيه هنا بانه عصبي، لكن بالخبرات حسام حسن يقدر يتعامل مع النجوم دي، وفي نفس الوقت بالعلم وبانه يملى عينك بالتعليمات والكلام الفني ايهاب جلال يقدر يعدي النقطه دي. الاجانب انا مش مع فنجادة الحقيقه، زي ما قلت لك انا مش مع فكره فنجادة ولا مع فكره انك حتى تطرح اسم كوبر مره تانية. هو الضيق يعني، هل الدايره ضيقه قوي كده لدرجه انك تقعد تفكر في نفس الاسامي؟ انت ما تروح بقى تفكر في رود كرول بقى وطارديلي وجيرار جيلي، يعني لو هي نفس الدايره طب يعني وسعها بقى شويه حتى. واتمنى انه الرساله اللي هقولها للمهندس احمد مجاهد توصله. انا برضه هقول كلام اتمنى انه يتفهم في محله. المهندس احمد مجاهد مش انت بس، مجموعه كبيره من اللي كانوا في اتحاد الكوره في اخر 15 20 سنه القبول بتاعهم في الشارع المصري مش كبير، وبالتالي بما انك دلوقتي في موقع المسؤوليه فعليك انك تاخد قرار يرضي جزء كبير من جمهور الكرة في مصر، لانه انا لما اكون مش بحبك قوي او مش قابلك قوي فبتلكك لك، وده اللي حصل بالظبط مع حسام البدري. حسام البدري كارقام ما عملش سجل سيء، كاداء ممكن يبقى عنده اعذار، كورونا واجهاد ومفيش معسكرات ومفيش اجنده دوليه ومفيش ماتشات وديه والحاجات دي كلها، انما لو كان حسام البدري مقبول عند الجمهور المصري كان كمل. يعني لو كان ده مدرب مصري تاني غير حسام البدري
والناس حباه وبتاع كان عادي مفيش حاجه، والناس كانت تقول لك يعني ده ليه عذر والله، وكان هيبقى جمهور اللي هو بينتمي له وبيدعمه جدا وجزء من جمهور المنافس بيدعمه برضه، لكن ده مش حاصل مع حسام البدري او ما حصلش مع حسام البدري. فاذا الامور هنا بتنطبق كمان على احمد مجاهد، يعني احمد مجاهد من الناس اللي لازم يتخذ قرار بعد عنايه ودراسه شديده علشان الناس ما تتلككش، لانه منتخب مصر قاعدته كبيره. ممكن اقول لك انه الاهتمام بمنتخب مصر قل عن السنين اللي فاتت نظرا لانه الناس بقت مشغوله اكتر في مشاكل الاهلي والزمالك، لكن في الاخر هو منتخب مصر، لما يلعب في تصفيات كاس العالم مصر كلها وراه، لما يلعب في كاس العرب مصر كلها وراه، لما يلعب في كاس الامم مصر كلها وراه، فكل الناس مستنيه اللي جاي. ارجو انه حتى الموقف يتقال بشكل واضح، بمعنى انا الوم جدا على المسؤول اللي يطلع في مداخله يشرح، وبالذات لما يكون رئيس اتحاد الكوره، وبالذات لما يكون رئيس اتحاد الكوره المصري. لا، انا عامل مؤتمر شياكه واطلع اشرح للناس، بدل ما كل زمايلنا الصحفيين اللي بيغطوا اخبار اتحاد الكوره كل واحد منهم بيجتهد عشان يجيب مصدر يطلع يقوله في البرنامج اللي هو بيشتغل فيه، فتطلع بقى بلبله وحكايات واشاعات وده هيمسك وده معاه. لا، انا اطلع كرئيس اتحاد الكوره اتكلم مع الناس، والله يا جماعه احنا اقلنا جهاز حسام البدري للاسباب الاتيه 1 2 3، وبنفاوض او بنفكر في 1 و2 و3، عندنا الوقت ضيق فمش هنجيب مدرب اجنبي جديد، هنجيب مدرب اجنبي له علاقه بالكره المصريه، او بنفكر في المدرب المصري الفلاني ولسه في اطار اشرح كل حاجه، واشرح كمان بالمره اللي بيحصل في الموسم الجديد، لان انت كل ده مبني على غلطات اصلا عملتها بقالك سنه وسنتين في المسابقات المحليه ادت ان منتخب بلدك يظهر بالشكل ده. فهي مش قصة مدرب وحش ولا مدرب حلو، هي قصة منظومة وحكاية بقالها سنين بايظة فنتيجتها كده. يبقى أنا أشرح كل حاجة عشان الناس تبقى مطمنة إنه اللي جاي منور، مش هيبقى برضو ملعبك في بعضه زي السنين اللي فاتت. سيبك من اسم المدرب دلوقتي، لأنه اسم المدرب ده هي بس الحاجة اللي فوق على التورتة، لكن أنا في الآخر اللي تحت إيه؟ المكونات إيه؟ عملت تورتة شكلها من بره كويس وجبت جوارديولا، لكن اللي جوه إيه؟ مكونات كلها منتهية الصلاحية، خلاص التورته هتطلع وحشة برضه وهيفشل برضه، ومش هيبقى فيه برضه أداء حلو، ومش هيبقى فيه نتائج، ومش هنروح كأس عالم، ومش هنكسب كأس أمم، وهكذا. يبقى هي في الآخر دايرة، وأتمنى إنه الرسالة توصل للمهندس أحمد مجاهد إنه اطلع اشرح للناس في مؤتمر صحفي كل الكواليس وكل الحكايات وبتفكر إزاي، علشان محدش يغلطك، علشان محدش يقول ما هي أصلها بالحب بالمجاملة، ده جاب فلان عشان هو بيحبه وما جابش علان عشان متخانق معاه، اصل هو جاب ترتان وجاب مش عارف مين عشان يحصل ايه، اصل هو رمى دي عشان يشوف ان كل دي اجتهادات واشاعات وحاجات، وبتكتر لما تكون الناس بتتلكك لك. فنركز في الحاجات دي يا جماعه، لانه منتخب مصر غير اهلي وزمالك، احنا تعودنا خلاص على الخناقات والحكايات اللي ما بينهم والمشاكل، واصل اجل لي واعمل لي والحاجات دي تمام خلاص عرفناها ومش عارف هنطلع منها ولا لا. لكن منتخب مصر احنا بقالنا من بعد كابتن حسن شحاته، من بعد 2010 واحنا عاملين كده. الفترة الوحيدة اللي نورت شوية كأداء وكبتاع، يعني الدنيا نورت شوية، فترة بوب برادلي. ناس فاكرة ماتش الستة بتاع غانا، لكن معلش هي كانت فترة مش وحشة خالص قبلها، يعني لو كنا رحنا كاس العالم وقتها كانت الناس دخلت بوب برادلي التاريخ. فأتمنى إنه الناس تفكر كويس، الناس المسؤولة عن القرار ده تفكر كويس، بإنه حتى اللي مالهمش في الكورة بيحبوا يتابعوا منتخب مصر ويتبسطوا بيه. وخلي بالك اللي قلب الدنيا قوي كده على حسام البدري إنه الناس اللي مالهاش في الكورة تابعت اللقاء ده واتفرجت جدا على ماتش أنجولا وماتش الجابون، ماتش على أون تايم سبورتس كل مصر بتتفرج عليه، الناس اللي مالهاش في الكورة بتتابع، الناس اللي مالهاش في الكورة زعلت وشايفة إنه كابتن حسام البدري اصلا ليه بقى سوابق الحاجات اللي قلت لكم عليها، تقييمه مش فني، تقييمه شخصي، عشان كده الدنيا راحت في حته تانية انه لازم يقال، لازم يمشي. نعم لرحيل بدري، لكن هو لو كانت الامور مع مدرب تاني زي ما قلت لك كان ممكن جدا يتصبر عليه. ارجو انه اتحاد الكوره يعمل مؤتمر صحفي الفتره اللي جايه اليومين دول، يشرح كل كواليس اختيار المدرب الجديد واقاله المدرب القديم وكواليس الدوري اللي هنتكلم فيه طبعا، لانه في ماساه هتحصل، ماساه هتحصل في التوقفات في الموسم الجديد، ودي يعني نتيجتها باينة من دلوقتي.